السلام عليكم معك وقيعة بابريس بصفتك رئيس الجامعة ديال عين اللوح، بغيناك توضح لنا شنو هي أسباب ديال الكارثة اللي وقعت فيها عين اللوح بسبب التساقطات الثلجية والرياح القوية، لأن هذه الرياح وثلوج سبات تساقط عدة أعمدة كهربائية ومشطوا على المواطنين. بغينا توضح لنا شنو هي التدخلات ديال المكتب الوطني للكهرباء وديالكم نتوما ديال السلطات الإقليمية. فعلا أستاذي، يعني كان مشكل اللي هو مشكل كتعرفوا المنطقة ديال هادشي ديال الضوء، يعني كان سقوط ديال بعض الأعمدة اللي كانت طاحت مؤخرا بسبب يعني الرياح اللي كانت، كان مشكل ديال الرياح واحد السرعة اللي هي قوية، وكان كذلك يعني سقوط ديال الثلوج اللي عرفتها المنطقة بكثافة. هذا هو السبب ديال هاد الأعمدة، وفعلا الأعمدة اللي كانت من العهد القديم، يعني عرفت يعني قديمة حتى في سميتو ديالها، ولكن الحمد لله مجهودات جبارة اللي تدار بالتنسيق مع الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء وبالتنسيق مع السلطات المحلية. هذا راه مجهود تيدار، يعني راه تعطات، يعني راه مقاولات راه تعطى شدات لي مارشي ديالها، راه خدامين فيما يخص الجهد المنخفض والجهد المتوسط. راه يعني المشكل ان شاء الله مستقبلا يعني راه ما غاديش يبقى ذاك المشكل اللي كان. وهادشي اللي كان والسكنات يعني كان واحد المشكل بالنسبه للسكان، يعني السكان راه كتعرف بان كل ساعه كيتقطع عليها الضوء، هذا راه مشكل يعني كتعانيه المنطقه، وكان فعلا تيريكلاموا على هذه المساله هذه، ولكن كنحاولوا يعني كنبينوا لهم وكنشرحوا لهم بان راه مجهود غادي يدار في هذا الاطار هذا، وراه غادي يتفك المشكل ان شاء الله، والحمد لله راه غاديين الاعمال راه تقنعين في المنطقه يعني الان كلشي راه غادي يتصاوب ان شاء الله. دابا ما بقى مشكل، حيت دابا ملي بدات المقاولات بدا واحد الانفراج بعدا. فعلا يعني فاش بدات المقاولات يعني حتى الساكنه اطمأنات، يعني ما بقاش داك دوك الشكايات كل ساعه تيجيو تيشكو بان راه الاعمده طاحت الضو تقطع علينا. يعني الحمد لله هاد الامور هادي راه تنتمناو تحسن، وغادي ما غاديش يبقى هذا المشكل هذا ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم، معك مقيبة بريس، انت هو المسؤول على الشركة اللي سهرة على منطقة عين اللوح اللي كتسهر على الأشغال ديال الجهد المتوسط، بغيناك توضح لنا شنو كيفاش بديتوا هاد الأشغال وشنو هي المشاكل اللي كتعانيو منها هنايا. من بوكران طريق خايبة، كاين الجبال والكياس كنوصلو غير في البعاين، والحفاريق قاسحين، كاين جبل بزاف، كاين الشتاء، كاين تلج. دابا كنخدم واحد النهار كان حبس واحد، كاين الشتاء بزاف، كاين غير لي جبال. بقاش بديتو الأشغال؟ بدينا يلاه شي دابا شي 4 أيام باش بدينا، على حساب الشتاء كيحبسنا. الشتاء اللي كتحبسكم؟ كتحبسنا الشتاء، كنجي كنخدم كتحبسنا الشتاء، مرة كنلبسو الحوايج ديالنا كنجي خطير هنا، كيجي الشتاء كنرجع في حالتنا، كيطيح كاع التلج. والناس واقفين معكم المسؤولين ديال المكتب الوطني للكهرباء؟ واقفين معنا، ماشي كاين اش غادي يديروا، هما كاين سميتو كاين الشتاء، باش غادي الا كاين الشتاء اش غادي يديروا. المهم كيعاونوكم؟ كيعاونونا هو. ايوا الحمد لله هذا الشيء. السلام عليكم، معكم مقيبة بريس، انتم المقاولة اللي كتسهروا على اللي استفدتوا بعدا من الصفقة ديال المكتب الوطني للكهرباء باش تسهروا على اشغال بمنطقة عين اللوح، بغيناك توضح لنا شنو هي الاشغال وشنو هو السبب. اولا بعد كل شيء السلام عليكم،
نحن شركة معمو اللي برمات ذات الشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جهة فاس مكناس. اتفق برمات اتفاق شراكة مع المكتب الوطني للإصلاح إصلاح الأعمدة المتلاشية، الصفقة اللي استفدت منها مؤخرا. الصفقة اللي استفدنا منها إصلاح الأعمدة المتلاشية، استبدالها بالأعمدة أعمدة جديدة. وحنا دابا كنتواجدوا في دائرة أزرو جماعة عين لوح ودوار بود صبر غزيت، دوار صبر غزيت جماعة عين لوح. فوقاش نتوما في هاد المنطقة؟ دابا شي أسبوع تقريبا. كي دايرة الأمور؟ الأمور غادا مزيان، غير واخا كان شوية كما شفتو حالة الطقس ما مساعداش، ولكن رغم ذلك راه حنا كنبذلو المجهود باش المهم باش نحيدو المشاكل اللي كاينه. وغالبا النقاط المسائل اللي خطيره وسميتو ما بقاتش تقريبا، ما بقاتش 90% ما بقاتش. وهذا الاسبوع ان شاء الله غادي ننتقلوا لدوار اخر. والسلام عليكم. السلام عليكم، معك مقيبة بريس بصفتك ممثل ديال المكتب الوطني للكهرباء. بغيتك توضح لنا شنو كيفاش بديتوا هاد الاشغال وبسبب هاد التساقطات الثلجية اللي وقعت مؤخرا وسقوط عدة اعمدة، بغيتك توضح للراعي العام والسكينة كيفاش بديتوا المدير. تنشكركم على الاستضافه ديالكم لمنطقه ازرو بالضبط بجامعه عين لوح. فعلا هذه المنطقه عرفت خلال فصل الشتاء مجموعه من التساقطات المطريه وثلوج كثيفه مع رياح عاصفيه اللي كان لها واحد التاثير على الشبكه الكهربائيه الهوائيه، وخاصة تساقط الأشجار اللي أثرت لنا على الخيوط الكهربائية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق. وبالموازاة مع هذه الإكراهات دونك كانت التدخل ديال الفرق ديالنا في الوقت المناسب، وكانت أرهنا الإشارة ديال الساكنة 24 على 24 ساعة من أجل تزويد الساكنة بالطاقة الكهربائية. دونك التدخل ديال الفرق ديالنا كان بواحد السرعة المطلوبة. وبالموازاة مع هاد التدخلات قام عميل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء بالمديرية الجهوية بفاس مع بالقيام بمجموعة من الإجراءات اللازمة قصد إعادة الأمور إلى وضعيتها اللازمة من أجل تأمين توفير الطاقة الكهربائية بمنطقة عين اللوح، وبعملة إفران اللي عرفت واحد القساوة ديال المناخ خلال هذا فصل الشتاء من سنة 2018. دونك بالموازاة مع هذا البرامج قام عميل المكتب الوطني للكهرباء على إجراء صفقات استعجالية على مستوى الضغط المتوسط والضغط المنخفض. كما كتلاحظوا أن الأشغال جارية وكاين التتبع ديالها على جميع المستويات، عن كتب على صعيد المديرية الجهوية بفاس، صعيد المديرية الإقليمية بمكناس، وكذا على صعيد وكالة الخدمات بأزرو. كتقوم دونك هذه المقاولات باستبدال الأعمدة الكهربائية الخشبية بأعمدة جديدة. كما عمل المكتب الوطني للكهرباء على تثبيت وسائل التحكم عن بعد من أجل إعادة التيار الكهربائي في حالة الانقطاع في أقرب وقت ممكن. وكنشكركم على هذه الاستضافة وشكرا جزيلا.